ويسعد اوقاتكم جميعا. على طول دخلنا في الموضوع، والمود اليوم كويتي. بسوي معكم المجبوس الكويتي، بسوي مجبوس دجاج او دياي على قولتهم، بحمس البصل وبحمس مع البهارات العدلة. عندي هنا خولنجان وقرفة وورق غار وهيل وقرنفل ونجمة اليانسون عشان يعطي المرقة نكهة، وبعدين راح نضيف الدجاج ونحمسه معه. حمس البهارات العدلة مع البصل يطلع نكهة للمرقة وللكشنة خيالية، فالأفضل أنكم تحمسون البهارات عدلة معها. نضيف الدجاج، طبعا الدجاج انا مخليته بجلده لاني راح احمره، ما ودي انها تصير ناشفه مره. عاد انتم اذا حبيتوا تشيلون الجلد براحتكم. بحمس الدجاج وبضيف ملعقه كركم، بضيف ملعقه يعني نص ملعقه صغيره بهارات مشكله وكركم برضو تعطي نكهه للمرقه. بعد ما حمست الدجاج راح اضيف له مويه مغليه واملحها واخلي الدجاجه تنسلق. حط ملح. بعد ما تنسلق الدجاجة راح أصفي المرق وأطلع الدجاج عشان ندهنه بالزعفران أو نرش عليه بخاخ الزعفران ويتحمر. إما أنكم تبون تحمرونه بالفرن أو أنكم تحمرونه بشوي زيت على حسب رغبتكم. الحين بسوي معكم الحشو اللي ينحط على الرز. نجي للحشو اللي راح نضيفه للمجبوس. عندي هنا بصل، اي نوع بصل عندك؟ انا عشان اللي متوفر عندي الاصفر فضفته، وعندي هنا زبيب غسلته ونقعته بمويه حاره، وهذا الحمص هو الاساس بالحشو. حمص مجروش زي ما تشوفون شكله كذا، غسلته وسلقته تقريبا ربع ساعه لين بديلين. لما تشوفونه بديلين خلاص وصفيته. وهذه البهارات اللي راح أضيفها للحشو، عندي كركم وملح وليمون أسود وشوي هيل وفلفل أسود، هذا اللي راح ينضاف للحشو وبوريكم شلون طريقته. ونبدأ نسوي الحشو. أول شيء بحمس البصل طبعا بدون زيت، بدون نقطة زيت. بصل الحشو يبيله شوي طولة بال لأنه ما ينحمس بالزيت، ينحمس بموية البصل. وإذا انشفت موية البصل نضيف له شوي موية إلين يبدأ يوصلنا اللون الكرملة اللي بوريكم إياها الحين. شوفوا بدأ يتغير لونه، بس موية البصل بدأت تنشف، فلذلك بضيف تقريبا ملعقة موية وأبدأ أحمس وأحرك. أحمس وأحرك كل ما انشفت نضيف ملعقة موية إلين يبدأ يتغير لون البصل ويتكرمل معنا اللون الجميل هذا. ما توصلون له بالزيت، راح توصلون له بالحمس بالمويه، يعني بمويه البصل بعدين تضيفون له مويه. بدأت تنشف المويه، نزيد ملعقه مويه ونحمس الين يتغير اللون. شايفين؟ تشوفون شلون صار لونه مكرمل وجميل. الان راح اضيف الزبيب، وحتى الان ترى انا ما ضفت ولا نقطه زيت، الزيت مو الان. بحمس البصل الحين مع الزبيب واستمر بالتقليب. بعدين راح اضيف الحمص او على قولة اخواننا الكويتيين النخي، حمص مجروش ونحمسه مع البصل والزبيب. وبعدين راح اضيف البهارات اللي هي ليمون اسود، فلفل اسود، شوي ملح، شوي كركم، والزيت مو بالان. راح اضيف البهارات اللي قلت لكم اللي هي ليمون اسود وفلفل اسود وملح وشوي كركم، ونقلبه. بعدين راح نضيف الزيت مو الان. بعد ما تختلط البهارات بالكشنه نضيف الزيت ونحمسه. الحين راح اضيف له شوي زيت ونحمس. نستمر بالتقليب. شايفين الزيت هو اخر خطوه، لانه لو حطيتوه في البدايه البصل ما راح يتكرمل، ما راح يعطيكم اللون الحلو، ما راح يعطيكم الطعم طعم الحشو اللي هو اللي عليه الكلام. وهذه طريقه اخذتها من شيف كويتيه، فانا ماشي على خطواتها
ما شاء الله تذوقون احلى مجبوس كويتي. تشوفون اللون شلون صاير زينه يهبل، لا والريحه عقب البهارات يعني اتمنى تشمون. بلا مبالغه الريحه خياليه يا بنات، خياليه. خلاص تقريبا كذا الحشو جاهز، بس تقليبتين ونطفي النار. خلاص كشنة الحشو جهزت، نخليها على جنب الحين بعدين عشان نحطها على وجه الرز. بعد ما استوى الدجاج طلعته ورشيت عليه ملح، وحطيت من بخاخ السبراي الزعفران اللي اخذته من خيوط الزعفران، والحين بحمره. عندي هنا الرز، استخدمت بنجاب المهيدب، غسلته ونقعته بماي حارة ومع ملعقة خل عشان يصير مفلفل وحبته طويلة. وهذا المرق بعد ما صفيته من البهارات والبصل، الحين بكب الرز عليه بعد ما اصفيه. حاولوا انه لا مو حاولوا، لازم ان الرز ما تكون مويته كثيرة، يعني يدوب يبان الرز زي كذا ممتاز. طبعا بخليه لين يبدا كذا خلاص يتشرب الرز المويه، اقصر النار واخليه على نار هاديه يطبخها البخار. الحين بعد ما تشرب الرز المويه قصرت النار وحطيت تحت حديده، بجيب من اللي هو بخاخ الزعفران هنا برش شوي، وباخذ الحين الحشو اللي سويناه ونحطه فوق الرز. أبي البهارات مع البخار تنزل على الرز وتعطيها نكهة مرة حلوة. بعد ما حطيت الحشو وحمرت الدجاج بالفرن، بحطه فوق الرز برضو ياخذ النكهة، وأكتمه وعلى نار هادية ينطبخ البخار، خلوه ياخذ راحته تقريبا نص ساعة. يا سلام على الريحة، يا ريتكم تشمون. خلاص بعد نص ساعة الحين بغرفة بشيل الحشو عشان أرشه على وجه الرز لما أجي أقدمه. ببدأ أشيل الحشو عشان بعدين نحطه على وجه الرز، بس الريحة على قولتهم خنينة. وبشيل جزء من الرز اللي فيه الزعفران عشان بعدين نحطه على الوجه. شوفوا ما شاء الله الرز شلون فلفل، لا قوة إلا بالله. شوفوا يهبل كل حبة بحبتها، الحبة طويلة من نقعتي له بالخل. وما شاء الله تبارك الرحمن، وهذا مجبوس الدياي وخلص، وهذا الحشو والريحة خنينة خنينة، وقدمته مع الدقوس، وما يصير مجبوس من غير دقوس. وكيفني معكم يا أهل الكويت، ضبطته ولا لا؟ وبالعافية.